بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الغاليين متابعين السباكة. إن شاء الله جاي لكم النهاردة بفكرة جديدة، تصنيع حنفية من القطع البولي. حاجة عملية جدا واقتصادية، إنني أقدر أصلحها في أي وقت. القلب لو حب إن أنا أغيره مفيش مشكلة إن هو يتغير. ده أول حاجة، جلبة ستانلس اللي بنحتاجها، ده اول قطع معانا. بنحاول ان احنا نشرحها بالصاروخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده، عشان خاطر لما اجي اسخنها وبياتها جوه البولي معانا ان هي تعض معانا في البولي. بنحاول ان احنا بالصاروخ كده، هي كده كده الجلبه ستانلس في منها النوع اللي هو المضلع اللي انتم شايفينه ده، وفي منها النوع اللي هو بيكون مربع، ده بيكون جسمه ناعم من بره. ده الشكل بعد ما بنخلصها بنحاول ان احنا نيجي في الاجزاء اللي هي بنحس انها ناعمه معانا وبنشرحها بالصاروخ. طيب لو انا ما عنديش صاروخ، ان انا بحاول ان انا اقطعها برضو في اي مكان، يعني لو انا ما عنديش، ومش شرط ان انا يعني حتى ان احنا نشرحها، يعني ان شاء الله مش هيحصل فيها تسريب لان ما عليهاش حمل جامد او عمل جامد، يعني لان مش هتشتغل في السخنه، دي حنفيه بتشتغل معانا في البارد. طبعا بنقطعها اتنين بالشكل اللي انتم شايفينه، بحيث ان هي ايه تستخدم لحنفيتين اتنين معانا. بنسخنها على النار بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده بنبيتها في الحرف التي اللي هو تلات ارباع، ده حرف تي بولي. في ناس بيقول لك مثلا موجود التلات ارباع، او موجود التلات ارباع بسن داخلي موجود، بس بيبقى فيه مصد نحاس جوه، اضطر ان انت تروح المخرطه. غير كده ان هو بيعمل حاجه وخمسين جنيه بيبقى غالي يعني، فاحنا عايزين نوفر على قد ما نقدر. طبعا بعد ما بنبيتها كده بنشيل الزيادة، بيطلع معانا نسبة من البولي زي دبلة كده بنشيلها بالقطر، وبنحتاج قطعة ماسورة نص بوصة بنقفلها او بنطببها في بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده بنعمل فيها فتحة بمسمار مثلا 10 او 13 على حسب ما انا حابب. بس اهم حاجة ان انا اعمل الجزء اللي هو مبطط معانا ده، عشان ده اللي القلب هيقفل عليه. ده الشكل بتاعها قبل ما تتقفل. هنركب لها جلبة ان شاء الله. لو احنا مش عايزين نكلف نفسنا برضه، ممكن ان احنا نركب مسلوب نقاص 3 ارباع في نص، ونعمل له النبل برضه نص بوصة، بس لازم نبيت النبل معانا بحاله، او الجزء اللي هو يعني المضلع معانا يكون بايت جوه البولي عشان ما يلفش. ده معانا القطعيا بنثبتها بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا انا مصمم خلاطات ومصمم حاجات كويسة جدا هتعجبكم، يا ريت تزوروا قناتنا على اليوتيوب الجديد اليوم لأعمال السباكة. ان شاء الله هتلاقوا كل جديد، ومخترعين برضه مخترع خلاط سخن وبارد، عامل شغل على البولي وعامل شغل على سن برضه موجود ان شاء الله على قناة الجديد اليوم لأعمال السباكة. ده قلب نص بوص ده بنحاول ان احنا ندخلها لقمة اللحام نسخن عليها عشان نقفل المانيوم او الفصل اللي بين نص مسار نص بوصة والحرف التي عشان ما يحصلش فيه تسريب. كده انا عند المايه هتخش من الماسوره نص بوصه وتطلع لي من الفتحه اللي انا عاملها. ده طبعا انا مش عايز اطول عليكم. دي الجلبه معانا اهي، طبعا بتحتاج برضو ان احنا نشيل منها جزء بسيط، بحيث ان انا لما اجي الحم تخدم معايا على الحرف التي، لان لو لحمتها على طولها كده مش هتقفل معايا، او هيبقى في فاصل معايا بين الحرف التي وما بين الجلبه. ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا طبعا ان انا عايز اقدر اغير القلب في اي وقت. حاولت برضو ان انا ما نكلفش نفسنا ياما، لان معظم الحنفيات المتوسطه موجوده في السوق معانا من 50 ل 55، وبتبقى حنفيه بلية ما بتتصلحش، يعني اول ما يحصل فيها تسريب بتترمي. لا احنا النهارده جايين لكم بالفكره دي، مشغلينها محبس وحنفيه. دي طبعا بنعمل لها قطعه ماسوره نص بوصه بسن، بحيث ان انا ممكن اشغلها محبس زاويه وممكن اشغلها حنفيه في نفس الوقت، راكب عليها وصله بالشكل اللي انتم شايفينه. حتى الكوفشه معموله طبه لحام اهي. يا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.